الوطن. وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. أهلا بكم في نشرة وطن الاقتصادية وفيها أهم أخبار الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. اليوم 24 من شهر أيار للعام 2023. معكم في الأعداد والتقديم أنا رشا حسوني، وتحية للزملاء في غرفة التحكم محمد زاغة ومحمود معطان. تتابعون الآن على وطن أف أم على موجتنا العاملة على التردد 99.2 أف أم، وعبر تلفزيون وطن على التلفزيونات التفاعلية، وعبر البث المباشر على صفحة وطن على فيسبوك. نشرة وطن الاقتصادية تأتي برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، وبناء. ونبدأ بالعناوين. العجز التجاري يبلغ 585 مليون دولار رغم ارتفاع الصادرات. وفي الورقة الثانية الدولار يبلغ أعلى مستوى له مقابل الشيكل منذ 4 سنوات. وفي الثالثة الأخيرة، ماذا سيحدث بالدولار في حال تخلفت الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد الدين؟ ونبدأ مباشرة بتفاصيل ورقتنا الأولى. جهاز الإحصاء الفلسطيني ذكر أن الصادرات ارتفعت خلال شهر أذار الماضي، كما وارتفعت في المقابل الواردات الفلسطينية، ولكن الميزان التجاري بقي مختلاً جداً وبشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمة العجز التجاري 585 مليون دولار، علماً أن معظم المبادلات التجارية تتم مع دولة الاحتلال. وفقاً لجهاز الإحصاء، ارتفعت الصادرات الفلسطينية خلال شهر أذار الماضي بنسبة 9% مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه، وارتفعت بنسبة 28% مقارنة مع شهر آذار من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها في ذلك الحين 148 مليون دولار. فيما يتعلق بالصادرات إلى دولة الاحتلال، ارتفعت خلال شهر أذار من العام الجاري بنسبة 9% مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه، علماً أن الصادرات إلى دولة الاحتلال شكلت 87% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أذار، وارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 8% مقارنة مع شباط الذي سبقه. وارتفعت الواردات خلال شهر آذار الماضي بنسبة 16% مقارنة مع شباط الذي سبقه، وارتفعت بنسبة 3% مقارنة مع شهر آذار من العام الماضي، بلغت قيمتها 734 مليون دولار أمريكي.
أما فيما يتعلق بالواردات من دولة الاحتلال، ارتفعت خلال شهر أذار الماضي بنسبة 6% مقارنة مع شباط الذي سبقه، علما أن الواردات إلى دولة الاحتلال شكلت 54% من قيمة الواردات لشهر آذار، كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 31% مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه. نتحدث أيضاً متابعينا الكرام عن الميزان التجاري للسلع المرصودة. الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات سجل ارتفاعاً في قيمة العجز، بلغت قيمة العجز 81% خلال شهر شباط الماضي مقارنة مع شهر مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه، بينما انخفض بنسبة 2% مقارنة مع شهر آذار من العام الماضي. قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 585 مليون دولار أمريكي. ننتقل الآن إلى ورقتنا الثانية، وفيها الدولار يبلغ أعلى مستوى له مقابل الشيكل منذ 4 سنوات. في التفاصيل، واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل الشيكل الإسرائيلي وسجل مستوى جديد، بلغ سعر صرف الدولار ظهر اليوم 3.73 شواقل، وهو مستوى لم يبلغه منذ أكثر من 4 سنوات. ارتفاع الدولار جاء بوتيرة عالية يومي أمس واليوم أيضا عقب تصريحات قائد أركان جيش الاحتلال هيرتزي هاليفي بقرب توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، وما أثارته من توتر أمني ومخاوف ارتبطت بتصريحات هاليفي، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على الشيكل الإسرائيلي. ننتقل وإياكم متابعينا الكرام إلى ورقتنا الثالثة والأخيرة، وفيها ماذا سيحدث بالدولار في حال تخلفت الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد الدين؟ يحذر خبراء ومحللون من أن تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد دينها يهدد بتقويض مكانة العملة الأمريكية، وأيضا يهدد بحدوث أزمة مالية عالمية، وهو ما سيوجه ضربة للشركات والعائلات في العالم. يرى بعض الخبراء أن التخلف عن السداد من المحتمل أن يؤثر على مكانة الدولار العالمية، كما أن الحكومات والشركات ستصبح مجبرة على دفع فواتيرها بعملة أخرى. وذكر أيضا الخبراء أن معظم التبادلات التجارية الخارجية للدول تتم بالعملة الأمريكية، وأشاروا إلى أن اتباع سياسة حافة الهاوية مع سقف الديون بات عادة لدى الحكومات الأمريكية المتعاقبة. بالأمس متابعينا الكرام، أعرب صندوق النقد الدولي عن أمله في ألا يضطر الاقتصاد العالمي إلى الانتظار حتى اللحظات الأخيرة حتى يجري التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي. يبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي في الوقت الحالي أكثر من 31 تريليون دولار، يبلغ تحديداً 31 تريليون و 400 مليون دولار، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.
وفي شهر يناير الماضي مطلع العام الحالي أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق الإجراءات الاستثنائية نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد. وقبل يومين فقط جددت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراتها وقالت إنه أصبح من المرجح للغاية الآن نفاذ أموال الوزارة في شهر حزيران القادم، وأشارت إلى أن اللحظة قد تأتي في اليوم الأول من شهر حزيران القادم، وتفصلنا عنه حوالي 6 أو 7 أيام. نتوقف وإياكم متابعينا الكرام عند أسعار صرف العملات كما جاءت عن بنك فلسطين لهذا النهار. نبدأ بالدولار الأمريكي، سعر الشراء جاء ب3.69 شيكل، سعر البيع جاء مماثلا 3.69 شيكل، وبذا يعني يسجل الدولار ارتفاعا أمام الشيكل الإسرائيلي بسعر الصرف. وإلى الدينار الأردني مقابل الشيكل الإسرائيلي، سعر الشراء جاء ب5.20 شيكل، سعر البيع جاء ب5.22 شيكل. إلى اليورو الأوروبي، سعر الشراء جاء ب3.98 شيكل، سعر البيع جاء مماثلا ب3.98 شيكل. أخيراً إلى الجنيه المصري، سعر الشراء جاء كما سعر البيع، كلاهما جاء قريباً إلى 12 قرش. وقبل الختام متابعينا الكرام، عودة وتذكير بعناوين نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار، وكان فيها العجز التجاري يرتفع رغم ارتفاع الصادرات ب9% خلال آذار الماضي. في الثانية دولار يبلغ أعلى مستوى له مقابل الشيكل منذ 4 سنوات. وفي الثالثة الأخيرة، ماذا سيحدث بالدولار في حال تخلفت الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد الدين؟ إلى هنا انتهت حلقتنا من نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار. أشكركم متابعينا الكرام على حسن المتابعة. لكم تحياتي، أنا في الأعداد والتقديم رشا حسوني، وشكرا للزملاء في غرفة التحكم محمد زاغة ومحمود معطان. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس، الساعة 4 حتى 4:30، على شبكة وطن الإعلامية. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء.